جولة صباحية في عالم الصحافة المحلية العربية والأجنبية، بدأنا ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، وبداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملتها الصحافة المحلية لنقرأ من الثورة التي عنونت بنك يبحث مع الجعفري التعاون الثنائي في العديد من القضايا والمستجدات الدولية، لافروف يقدم وسام الصداقة لسفير سوريا السابق لدى روسيا الاتحادية. أما تشرين جاء في عناوينها: الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة للعدو الإسرائيلي، اخترقت الأجواء اللبنانية. الدوما الروسي: إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تقع بأيدي الإرهابيين. وعربيا اخترنا لكم صحيفة البناء اللبنانية التي عنونت: البنتاغون والناتو لخطوات ما بعد خسارة أوكرانيا، وواشنطن تستعد لمعركة سقف الدين العام. الحكومة اللبنانية إلى جدول أعمال يضم الكهرباء وتعويضات النقل وترقيات الضباط والتيار معارض. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست التي عنونت: أزمة الوثائق السرية تضع بايدن أمام خطر سياسي غير متوقع. ذا نيويورك تايمز كان عنوانها لليوم: إرسال دبابات لأوكرانيا يكسر محظورا آخرا في مساعدات الغرب لكييف. الغارديان عنونت: تعديل بوتين العسكري ينصب على السياسة أكثر من كونه تغييرا في الاستراتيجية. وأخيرا لوموند الفرنسية عنونت لليوم: انسحابات وهزائم حصيلة عقد من وجود فرنسا العسكري بمنطقة الساحل. وإلى عالم الرياضة، صحيفة ماركا الإسبانية عنونت لليوم: ريال يفقد فاسكيز في نهائي السوبر الإسباني، رونالدو في ضيافة ريال قبل نهائي كأس السوبر. كوريرا ديل سبورت الإيطالية عنونت لليوم: فيرنتينا يتأهل إلى ربع النهائي كأس إيطاليا، ونابولي يكتسح جوفنتوس بخماسية. جي بي اس الكهرباء عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيه: إنها الظروف القاسية ومتغيرات الحرب الإرهابية التي خلفت خسائر مادية كبيرة في مختلف القطاعات، وانتقلت تلك الخسائر إلى كثير من مفاصل العمل، وأسفرت عن فساد وترهل يعجز التفكير عن إيجاد حل له. وعلى سبيل المثال، ما وصلت إليه اليوم حالة الكهرباء ليس بعيدا، بل وسط العاصمة دمشق. فما يحصل من فوضى وعشوائية في التعاطي مع هذا الملف وصل حد لا معقول، متجاوزا كل الأسباب من قلة التوريدات والحصار. لكن أسلوب التعاطي والإدارة الفنية لهذه التوريدات أو المخصصات التي تم اعتمادها من أجل الوصول إلى حالة عدالة نسبية في توزيع التقنين، نقول بكل حزن، هي غير ناجحة، وتشوبها الكثير من التساؤلات حول توقيت التقنين. فإن تعرف موظفاً على أحد القواطع أو قيماً على برنامج التقنين، فأنت محظوظ في كمية الوصل التي تصلك من دون أن يسأل هذا الموظف لماذا تأتي الكهرباء ضمن حي شعبي بساعات تقنين متكررة ضمن حارة ما، وتحجب نصف يوم وأكثر عن حارة مجاورة في فصل هو الأبرد. فالأمر يخضع لمزاجية المسؤول عن وصل وفصل القاطع. ويا حبذا لو أن هذه القواطع تعمل بالأتمتة الإلكترونية بعيدا عن عبث الإنسان، وليتنا نجد نظام الجي بي اس مرافقا لقواطع تقنين الكهرباء. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان: النسيان يجعلك أذكى. كانت مشكلة النسيان وعدم القدرة على التذكر تعد دليلا على فشل الدماغ، ولكن دراسة جديدة نشرت على تويتر وجدت أن أدمغتنا تعمل بنشاط لنسيان الذكريات والاحتفاظ بالمعلومات المهمة. ووجدت الدراسة أن النسيان يعد مهما كما التذكر تماما، وذلك لسببين: الأول، يسمح النسيان للدماغ التخلي عن المعلومات القديمة أو الخاطئة، ما يجعل من الأسهل التكييف مع المشاكل الجديدة والثاني، يخلق النسيان كمبيوترا مبسطا من المعلومات في الدماغ حتى يتمكن الأشخاص من اتخاذ القرارات الحاسمة بدلا من التركيز على تفاصيل محددة، بالإضافة إلى تحرير مساحة أكبر للحصول على معلومات مهمة. لذا قد يكون النسيان مفيدا أحيانا.
لكسره فناجين القهوة، سيدة تقتل زوجها بعصا المكنسة. عنوان خبرنا في الصفحة الأخيرة وجاء فيه: أقدمت سيدة ليبية على قتل زوجها بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية بسبب تكسيره فناجين قهوة في المطبخ، الأمر الذي لم يتقبله الكثيرون. وبعد محاولات عدة قامت بها الزوجة لتضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وقتلوا زوجها، أوضحت أن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، حتى أنه قام بكسر فناجين القهوة التي اشترتها مؤخرا، الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه. وتضيف الزوجة أنها لم تكن تنوي قتله وضربته حتى لا يعيد الكرة، ولكن الذي حدث أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته. أما الآن مشاهدينا مع ريشة رسامي الكاريكاتير. جولة الصحافة انتهت لليوم، والآن العودة لاستوديو صباح الخير.